طيب أنا هقول الأسئلة التي أمامي. ما ردكم على من يقول بوجود أصابع شيعية وراء أحداث البحرين ومش عارف إيه شر على السعودية ولا حاجة زي كده؟ وهل من أسس مصرنا الجديدة الوثوق بالروافض ونحن أكبر قوة سنية؟ يعني السؤال مزعج، مزعج لأنه أهل البحرين شيعة وسنة، وإذا ظلم أحد في بلده فمن حقه أن يقوم بثورة مشروعة، والثورة على القوى الظالمة حق مشروع في جميع الأديان السماوية سواء كان الإسلام أو المسيحية أو اليهودية. وفي كتاب قديم لأستاذنا الدكتور محمد طه بدوي اسمه حق الخروج على الحكومات الجائرة في اليهودية والمسيحية والإسلام. ثورة 1952 لما قامت أمسكه الرئيس جمال عبد الناصر في مؤتمر في الإسكندرية، لأن طه بدوي من إسكندرية، وقال لقد قامت ثورتنا على هذا الكتاب وما فيه من أسس علمية. بس بالليل صدر قرار بمصادرة هذا الكتاب ولم يطبع من سنة 51 حتى اليوم. فأنا عايز بس أقول لحضراتكم أنه حق الثورة حق مشروع في جميع الديانات وفي جميع النظم السياسية العاقلة، بل حتى النظم السياسية غير العاقلة الشيوعية وغيرها اللي كانت في بلاد شيوعية كانت تقول نظريا بحق الثورة وتدعي أن هي الثورة، تدعي أن النظام الحاكم هو الثورة عشان تجد تأييد من الناس. هذه مسألة، فليس الفرق بين شيعي وسني في الثورة ليس موجودا. تسمية الشيعة بالروافض يعني رجوعا بنا إلى القرن الرابع والخامس الهجريين، وهي تسمية غير جائزة. الشيعة ليسوا روافض، ولا نحن ينبغي أن نسمي أنفسنا السنة وهم الكفار. ليسوا كفارا وليسوا روافض، وهم يدعون أن مذهبهم هو مذهب آل البيت صلى الله على محمد وآله جميعا، فلا يجوز أن نصفهم بالروافض. هذه قضية بين سيدنا معاوية وسيدنا الحسن بن علي وانتهت من وقتها، ولا نريد أن نعيدها جذعة ونتكلم عنهم بهذا الأسلوب غير المقبول. الشيعة إخواننا في الإسلام، وهم في البحرين نصف أصحاب البلد أو يزيدون، وإذا قاموا بأعمال من حقهم أن يقوموا بها للمطالبة بحقوقهم لا يجوز أن ترفض لأنهم شيعة. ترفض لأنهم غلطانين ماشي، ترفض لأنهم مخالفة للدستور ماشي، ترفض لأنها خروج على القانون ماشي، لكن لأنهم شيعة طب مخليهم ليه بلدك؟ ما تطردهم بقى توديهم إيران، ما تعمل تطهير عرقي بقى في البحرين. لا يا إخواني وأخواتي، هذه المسألة ينبغي أن ننظر إليها في ضوء القيم الإسلامية العليا وليس في ضوء كلام المشايخ. كلام المشايخ يؤخذ منه ويرد عليه، أما كلام رب العالمين فهو الذي لا يؤخذ منه ولا يرد عليه، لا يؤخذ لا يرد عليه وإنما يؤخذ منه.